سلمى، يمكن بزمن التكنولوجيا والسوشيال ميديا تربية كثير من الأهالي عم يلاقوها أمر صعب، لأنه في كثير من التفاصيل بقت تدخل بحياتنا، عم يحسوا إنه جزء كبير من الأطفال التكنولوجيا عم تأثر بتربيتهم صارت بشكل شريك. كثير، يعني صارت ما عاد أساسي. كنا نقول الأم والأب، الأخوة، الأهل، هدول الدائرة الأولى اللي بتربي الطفل، هلا صار معهم الانترنت والموبايل. صحيح، ويمكن حكينا سابقا عن كثير من الالعاب كان لها تاثير كثير كبير سلبي على الاطفال بشكل سلبي، وحكينا قديش بتكوني انت محصنه ابنك، مع ذلك ممكن يكون في خلل من خلال التكنولوجيا تاثر عليه سلبا. خلينا نتابع معك ومع المشاهدين اراء الناس مع زميلتنا ميس عاقل بالتقرير التالي. زينب عاقل عفوا. اكيد بنتك بتعلق كثير على تاب، على موبايل، مواقع اطفال. ما بينام من ايدها التاب، بس هذا كله غلط والله. انا عم بقدر اضبط، يعني انه اعطيها ساعه ساعتين يعني بنهار وبقيمه، بقى في شيء مو طبيعي يعني بهذا الجيل. بعدين ذكي، درجة أولى ذكي، كله ذكي عم يجي. أنا موبايلي ما بعطيها، يا عندها تاب بس يعني ممكن أقدر أحرمها شوي يعني بغير شغلة، يعني لا هي برسم. هلا طبعا نحن معها بس مو كل الأحيان، يعني مو مثلا كل ما بده الولد نعطيه مثل ما بده، هذا شيء غلط. نحن نقول له مثلا له ساعة على اللابتوب يوميا بس بدروس خصوصية له بالفرنسي وبالإنجليزي. هلا ممكن يتواصل مع مواقع بيحبها هو، مثلا دروس تعليمية، مثلا شيء عن الحيوانات انه أليفة مثلا. لا طبعا مو كل الوقت، ساعة تعليم وساعة رفاهية. هلا انا بحب اوجه لهم كلمة واحدة بس، الانتباه ثم الانتباه من هالمواقع الثانية الموجودة بالنت. يعني لازم تضل عينك عليه، وين بدك تروحي، وين بدك، لازم يكون تحت نظرك بكل شيء، كل شيء له وقت، الدراسة له وقت، اللعب له وقت، الانترنت له وقت، كل وقت الطفل له وقت. أحفادي هلا أمهم يعني دغري بتلبي لهم، بس أنا ما برضى هيك، يعني إلى وقت محدد. عرفت شلون؟ إنه طول النهار على بجحن عيونه، ما بصير ما بده بركزوا كثير، بضلوا هيك يعني عليه. نحن ما بنعلقهم على الموبايل. كثير صايرين الاولاد على الانترنت، بحبوا يعني كثير الجوالات، بيخلصوا من الدراسه بيطلعوا بعدين انه بيعطوا لهم الجوال بفوتوا على الانترنت. ايه ساعات معينه. دراسه قد الشيء. ايه دراسه قد الشيء، وطبعا ما بنحملها اياه بالمره، لانه غلط هذا الشيء. انا ابني اذا ما بقدر اضبطه بالنسبه للجوال، لذلك لشو اسمي اب؟ او مثلا الام، وهي الدور الاكبر للام. هلا الشيء المفيد، في شيء المفيد وفي شيء غير المفيد، اكيد بدنا ناخذ الاشياء المفيده ونبتعد عن الاشياء الغير مفيده. بننصح الطفل يعني ناخذ المفيد، والشيء الغير مفيد اكيد بنبعد الولد عنه باساليب طبعا يعني تربويه وتاديبيه، يعني لا ضرب ولا شيء ولا شتم ولا شيء. طبعا نور، لنحكي اكثر عن موضوعنا لليوم وهو الشريك الثالث بتربيه الاطفال، التكنولوجيا. لاي درجه ممكن ياثر هذا الشيء بتربيه الاطفال سلبا او ايجابا؟ كيف ممكن نستخدمه بكلتا الاحوال؟ اراء كثير سمعناها ايضا من الناس، رح نحكي بالتفصيل عن كل هاي المواضيع مع ضيفنا اليوم بالاستوديو الدكتور حكم الدياب، اختصاصي بالطب النفسي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. يا اهلا وسهلا فيكم. اهلا، يسعد صباحك دكتور. بالبدايه فعليا في معنى شريك ثالث، يعني شئنا ام ابينا هو موجود داخل المنزل وبكل تفاصيل حياتنا. كنا عم نستمع على الاراء، الاراء مختلفه. هلا عم نحكي انا والمخرج في اختلاف بالاراء، انت مع او ضد فعلا التكنولوجيا تكون جزء من حياه طفلنا وباي سن؟ يعني بيقولوا لك ما بيصير تحت الخمس سنين، تحت الثلاث سنين. حتى الاراء من الاطباء النفسيين تختلف اليوم، والدراسات تجيك دراسه بتقول لك لا ضد، تجيك بدراسه لا مع بشكل جزئي. هلا بصراحه هذا ما فينا نقول عليه شريك ثالث، كانه شيء اقتحم على الشريكين الاول والثاني اللي هن الاب الام الام والاب اللي صحيح. خلينا نقول عليه هذا الشيء موجود، وهذا شيء ايجابي، ايجابياته تفوق اكثر بكثير من سلبياته. هون عم يتطلع الاب والام
صار مستوى الفارق بالأجيال بينهم وبين ابنهم فارق شاسع جدا. ما عم نطلع على الناحية عمرية، عم نطلع من الناحية الذكائية، عم نطلع من الناحية الإدراكية. تلاحظي الأجيال كل مالها كل 10 سنين عم يكون أذكى من الجيل اللي قبله، عم يترافق بارتفاع بالذكاء، عم يترافق بقوة بالشخصية، عم يترافق باندفاعية. ما عاد يتقبل المعايير اللي عايش عليها أبوه وأمه من قبل 30 أو 40 سنة. إذا قلنا هذا، ما عم نحكي من ناحية الأخلاقية، من ناحية صدق وأمانة و هي قيم ثابتة ما بتتغير تغير المجتمعات. بس هذا الطفل بده عم يشوف، عم يطلع على عالم تكنولوجي، عم يطلع على عالم فيه تقدم هائل، عم يطلع على عالم فيه مغريات لا تقاوم، وبالنهاية عم يطلع على أبوه، عم يطلع على أمه، عم يطلع على الجو العائلي اللي هو فيه، جو مقارنة بالشيء اللي عم يشوفه جو كتير متأخر، كتير خلينا نقول بين قوسين لا يحقق رغباته. الرغبات طبعا وتحقيقها بدها تفسيرها، ترجمتها المقابل المادي إلى. وشي لاحظنا نحن بالسنوات الأخيرة في كتير شباب، إن كان سوريين إن كان عرب إن كان أجانب عالم غربي أو غيرهم أو من الصين من اليابان، يعني ما رح قلك أطفال، شباب بالعشرينات أو تحت العشرينات حققوا نجاحات كبيرة كتير بالعالم التكنولوجي والعالم التقني لا يمكن السيطرة عليها بمعايير الأجيال السابقة، ما رح يتفهموها الأجيال اللي قبلهم قبل اللي فارق بيناتهم 20 أو 30 سنة. أكيد. هون بدي أسألك دكتور، وخلينا نحكي شوي بصراحة، بعض الأشخاص بيختلفوا، يعني مثل ما نحن بنختلف كلياتنا بأعمارنا ببيئتنا اللي نشأنا منها، نفس الشيء التعامل مع هاي التكنولوجيا بيختلف. يعني اليوم أنا ما فيني أقول أستاذ المدرسة رح يتعامل مع أطفاله مثل المرأة العاملة البسيطة أو مثل ربة المنزل. أنا احتياجي للتكنولوجيا غير احتياج غيري، وبالتالي رح ترجم هالاحتياج وأعكسه على أطفالي شئت أم أبيت. مهما سمعت آراء من اختصاصيين أنه انتبهي ما تقعدي ابنك بهذا الوقت أو كذا، باللاشعور الابن أو الطفل أو الطفلة رح يشوف أهله شو عم يعملوا باختلافهم، وأنا باللاشعور رح أتصرف قدامهم طبقا لأنا كيف حاجتي أتعامل مع هالتكنولوجيا. في ناس بالنسبة إلى الموبايل أو الإنترنت مثل ما حكيت هو مساحة عم تفرجيها على العالم اللي هي ما أنا قدرانة تحصل عليه أو ما أنا قدرانة تكون متواجدة فيه. فما هدول الأشخاص، خلينا نحكي هون كيف أنا بقدر وصل لهم معلومة كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل ما يأثر سلبي على أطفالهم لو سمحت. طيب بدك توصلي لهم، بس بده يكون عندك أنت شيء أساس تعتمدي عليه لتقومي بجذب هذا الطفل. ما مدى نجاح الأم؟ شو هو الأساس اللي بحاجة إله؟ النجاح المهني، النجاح العلمي، النجاح المادي، طبعا نجاح تربوي حتى من خلال هي كيف أنا جايكي بالحكي التربوي. هي عم نفترض أنه الأساسات موجودة، القيم التربوية هذا هون ما عم نختلف عليها، هي موجودة. المخاطر اللي عم يحكوا عليها إن كان وجدت بالعالم الافتراضي أو انحرم من العالم الافتراضي لنفرض، المخاطر موجودة. ما فينك أنت بدك تنجحي بالحياة، في درجة من المخاطرة، في درجة من الشجاعة، في درجة كبيرة من الجرأة بدها تكون عندك. بده يكون خايف، بده يكون منغلق، بده يكون هذا بيعيش حياة متواضعة جدا جدا جدا، ما بيحقق أي نجاح. فالمخاطر موجودة، لا خليه يطلع عليها، خليه يشوفها، أنت بإشرافك التربوي مع رقيب. مع رقيب، بس بدك تعطي مثل أنت كمان، بدك تكون مواكب. أنت ما عندك نجاح، لنفرض ما عندك نجاح مادي، ما عم يشوفه هالطفل أو هالشاب أو هالمراهق بالعالم الافتراضي عم يطلع على حياته، أنت ما عم تقدر تحققه. بس أنت كون فكريا وذهنيا متوافق معه، يعني وجهه بالناحية اللي بتحقق له نجاحه، أنت ما قدرت تحقق درجة من هالنجاح، لا توقف بوجهه، لا تحطمه معنويا للشاب. صحيح. أو للمراهق، تمنعه أنه يحقق نجاحات تانية. الحياة ما لها بالمسار اللي أنت اخترته. صحيح. أوكي. طيب. بيجوز المسار أنت اللي اخترته مسار متواضع وجيت على الدنيا وبتروح وبدون ما حدا يذكرك أو تترك أي شيء، بيجوز ابنك يكون عنده فرصة كبيرة كتير يحقق نجاح كبير، يحقق نجاح معنوي بيكون له، بيحقق نجاح مادي بيكون له، بيحقق نجاح علمي بيكون له. صحيح. بيحقق رغبته الوجدانية العاطفية. كون متوافق فكريا معه، ما تمنعه.
طيب ابني عم يضل ساعات وكتير، طب انت شفتي ابنك على شو عم يضل كمان؟ حتى على الالعاب يعني بيتضايقوا من الالعاب، بس الالعاب فيها كثير من الالعاب، ما عم نحكي من ناحيه العنف والهذا، صحيح في تقويه ذهنيه فيها، صحيح بتعلي الذكاء، بتعلي قدره على حل المشاكل، مواجهه انت بتشوفيهم لاحظينهم، انت الجيل الصغير هذا جيل قوي الشخصيه جدا يعني، صحيح بقدر فعليا دكتور تلحقه لانه وقتنا خلص، بس بالختام خلينا ناخذ منك سؤال سريع، فعليا كيف بدي فيني بلش صح مع ابني؟ يعني نحن لما بلش انا بطفل عمره سنتين ثلاثه بحيث لا يكون مدمن على الانترنت وعلى التاب، وبنفس الوقت قلت نقط كثير ايجابيه قليل من الدكاتره بيذكروها، للاسف دائما بيعطوك اثار سلبيه، وهذا شيء جميل انه التكنولوجيا في لها اثار ايجابيه، كيف فيني استغلها بس مع خطوات من البدايه بشكل سليم وصحيح؟ اول شيء المعايير الاخلاقيه اللي دائما بس تحكي التكنولوجيا، الاب والام بيقول لنا عم يفوت على المواقع، عم يقعد، طب انت راقب، هي راقب، شوف اللي 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 عم يفوته واللي هذا، واحكي معه، التربيه مو انك تخانقه او تفرض سطوه طاغيه عليه، ولا انه شريك، يعني بيكون طفل 4-5 سنين يعني حاكيه كانك عم تحاكي صديقك، بيفهم الطفل، بجوز يجاوبك بمفرداته مفردات طفوليه، بس هو بيفهمك لما بتحاكيك بتحاكيك ند لند. ثاني شيء كون متوافق فكريا معه، هذا عايش بجيل قبل 5 سنين ما كان موجود، كل 5 سنين كل بجوز كل كم سنة عم تطلع تطورات. أنا أنا بصراحة أنا بالنسبة لي لأولادي في ألعاب أنا ما بعرف ألعبها، أنا هلأ ما بعرف هنن بيعلمون، فكون متوافق فكريا، مو جيل بمنعهم منا بابا شو هي شو هل شو هل هذا شو، كون متوافق فكريا، الألعاب إن كانت التقنيات إن كان هل هذا كلها عم تطور الذكاء عنده، عم تطور محاكمته، عم تطور شخصيته كلها. أكيد، شكرا كثير لك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، حيكون لنا وقفات أكيد بمرات قادمة نحكي بتفاصيل أكثر. شكرا لكم. كنا سعيدين فيك دكتور، وحكي جدا مهم وإله آثار إيجابية، إن شاء الله بالحلقات القادمة بنكفي موضوعنا، شكرا كثير لك. شكرا.